السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. اليوم معنا فيديو جديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنوريكم كيف نديروا تغطوا قمر الاتساد تسعود الشرق. هذا القمر أصدقائي فهو مهم، فهي كتوجد عليه الباقة الإفريقية اللي كتنقل كأس أمم إفريقيا. فكأس أمم إفريقيا خوتي غتكون منقولة على هذا القمر هذا مجانا على القنوات الإفريقية، قناة أو إر تي بي، قناة إر تي إي واحد، وكاين أصدقائي قناة إف إم السنغالية. فباش غنتاخدوا هذا القمر هذا فضروري خصنا نعرفوا الدرجه ديالو. فهو اصدقائي كما قلت لكم كيتواجد في ساعه الشرق ما بين القمر الهتبوت 13 وما بين القمر الاوتيسات 7 او القمر الاسترا 4.8 الشرق. فالتغطيه ديال هذا القمر هذا فهو يلتقط اصدقائي في جميع الدول العربيه. فالاشاره ديال القمر الاوتيسات 9 فهي قويه بزاف. مثلا احنا اصدقائي هنا في المغرب فنقدروا نلتقطوا هذا القمر هذا تبصيل ابتداء من 60 سنتيم، مثلا الناس اللي في شمال المغرب او شمال الجزائر او تونس او مصر او ليبيا، ففقط صح 60 سنتيم تقدر تلتقطوا. ومحدنا اصدقائي حنا كنهبطوا للجنوب والوسط فضروري خصنا نكبروا الصحن. فدابا خوتي كما كتشدوا معايا في الصحن ديالي راه مثبت على قمر نيسان، يعني دابا الا بغينا نلتقطوا هذا القمر هذا فغندوروا الصحن ديالنا على يدينا اليسار في اتجاه الشرق. فغنعطيكم اصدقائي اقوى سرد ديال القمر الاتساد تسعود. فنمشيو اصدقائي القمر الاتساد تسعود باش نعطيكم التردد اللي غنستعملو. كما كتشدوا معايا فانا راه دابا متواجد على القمر النيسات، فغنستعملو اصدقائي التردد ديالنا قناه او ار تي بي. هاد التردد هذا نكبرو لكم اصدقائي اللي هو 11899، وكاين اللي غيلقى عنده اصدقائي 11900. القطبيه غتكون افقي حرف اش اوريزونتال، الترميز غيكون 27500. فهذا هو الفريكونس اللي غنستعملو خوتي. فغنجيو اصدقائي هنا اللاقيط وندورو واحد شويه في اتجاه عقارب الساعه هكايا كما شاهدتوا معايا. ندخلوا الميني فنرخف شويه الطبسيل ديالي، فغنهبطوا اصدقائي الصحن واحد تقريبا ما بين 3 حتى 4 ديال الدرجات للتحت. كما قلت لكم نهبطوا الطبسيل واحد 3 حتى 4 درجات هكا وندورو على يدينا دليصر في اتجاه الشرق بحال اللي رحنا غاديين للهوتبورد. بحال تما ما شديناش اصدقائي من اول مره، نوليو نرجعو نهبطو شويه الطبسيل ونوليو نرجعو غير بلاتي. هيا اصدقائي كما شاهدتو معايا هيا الاشاره 91. فدابا نزيد الطبسيل ديالي. فكما قلت لكم اصدقائي الاشاره ديال هذا القمر هذا راه قويه بزاف، يعني غير بتبصيل صغير تقدر تلتق هذا القمر هذا. وتقدر تستعملوا اصدقائي حتى قمر وسيط الا بغيت دير المسطره وتلتقط الاقمار. هي الإشارة 91 أصدقائي. فمن بعد ما زيد الطبسيل ديالي فالإشارة استقرت لي في 91. فدابا غنجيو أصدقائي اللاقيط ونشوفو نزيدو ندورو واحد شوية نشوفو واش زاد معنا الإشارة. فغتجي هنا اللاقيط وزيد دورو في اتجاه عقارب الساعة على يدك دليصر من تكون شوف الطبسيل. هي زادت واحد الدرجة ولات دابا 92. نشوفو القناة أصدقائي، هي قناة أو إر تي بي أصدقائي خدامة. نشوفوا قنوات هيا تي اف ام اصدقائي السنغالية اللي قلت لكم عليها. نشوفوا قنوات وال اف ان القنوات اللي كيشتغلوا اصدقائي بباور فيو، هادو قنوات اصدقائي الامريكانيه. هيا اصدقائي القناه فيها كما قلت لكم هي 92. فتقريبا دابا اصدقائي فانا راني شاد القمر باعلى اشاره. خوتي وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا. فهذا هو الفيديو اللي كان معنا اليوم، طريقه التقاط القمر الاتساد التسعود بكل سهوله كما قلت لكم اصدقائي. فتقدر تلتقطو حتى بصحن صغير اصدقائي. ما تنساش دير معاك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك، شارك في القناه وفعل زر الجرس. ولا بغيتو طريقه التقاط اي قمر اخر فقط خليونا اصدقائي في التعليق. خوت تهلاو في راسكم وتهضرنا فيديو جديد.